ده انت رجعتني 7000 جنيه كانوا طايرين مني في الهواء. امرني يا اشر على حسنتك. 40000 جنيه. ومياد من هنا. انا بهزر معاك يا معلم. وانا استجرأ، انا استجرأ كده ارفع عيني فيك باي طلب؟ ليه؟ ده على رأي المثل الفرخه كلب بيضها. ايه الفرخه كلب بيضها؟ يعني ما ينفعش يا عم. إيه فرخه ايه وبيض ايه؟ على رأي المثل الفرخه كلب بيضها. ماشي ماشي ماشي. بيض في الاول. على العموم انا كنت عاوزك علشان افهمك ان احنا مش من الرجاله اللي يتعرضوا للنسوان في الشارع. طب تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. ان انا اساسا اللي شفت الوليه اللي اسمها حلويات دي قبل كده، ولا بنتها اللي اسمها كاتعة دي. ماشي. بس انا لقيت 2 نسوان واقفين في وسط زحمه الرجاله. وعمالين ويك 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 ويلا يا ولود كذا ويا ولود كذا ويا ولود كذا. استنى هنا. ايه ويك ايه ولود وايه اللي انت بتقوله؟ ويك ويك يعني اصوات نسوان. ويك ويك ويا ولود كذا. بيشتموا بيشتموا بعض في وسط الرجاله يا ولاد كذا. وما لقيتش كلب اتدخل فاتدخلت انا. جدع يا مش كده؟ قول لي ايه اللي حدفك علينا؟ ايه؟ في ايه؟ كلام في سرك. اه. انا جاي هنا بدور على جزار جامد قوي في المذبح. اه. ليا عنده نص مليون جنيه. نص مليون جنيه؟ يعني 250000 جنيه نقدا. نص مليون 250. عموما سيب الحسبه دي كلها بقى، لما نلاقي الجزار ده ابقى احسبها لك انا. اسمه ايه بقى المعلم ده؟ بتكلم على طول، ما انا كنت لسه عندك. تعالى وانا بقول لك. تعالى انت جاي ماشي يعني. طيب خلص. اسمه المعلم محروس الزبع. محروس الزبع؟ ايوه. طب انت ما تدورش على المعلم ده في مذبح تاني ليه؟ والله يا سيدي المعلمين قلبت عليه على مذابح مصر كلها مش لاقيه. ما فاضلش ان انا اخش ادور جوه الراجل اللي عندك ده. يا سلام. طب مش يمكن معدي في مذبح قدام قهوه ولا حاجه راح شافته؟ ايه خلاص في ايه انا؟ على العموم يا ابني ما تقلقش ما تقلقش، انا هجيبه لك من تحت قطيل. الله يبارك لك. انت خلاص هتبقى واحد من رجالتي ومصلحتك تهمني. يعني من بكره هشوف لك شغلانه عندي عشان تبقى قريب مني وتحت عيني. ايه سعادتك بتشبه عليها ولا حاجه؟ عرفت اسمها ازاي بقى والنبي؟ اسم مين؟ خرج دي بحث بره المدح. يلا. نعم؟ خرجها بره المدح. ليه ريحتها وحشه؟ مش هتندبح. امال هتتحنط سعادتك. عيانه. عيانه ازاي بس؟ مش فاهم انا. الله شايفها بتقول لك نولي الدواء. خلص بقى يا ابوها، ما تاخد البيه وتطلع بيها بره. يا اما تترزع انت في مكانك، انت هتعمل لي فيها يا كتف. الله، اللي ما شفناه كشف عليها بسماعه ولا كتب لها حتى على رز بلبن. يوه. وبعدين وبعدين بقى؟ وبعدين ايه سعادتك؟ وانا بحكي لك حدوته الشاطر حسن والاميره يا سميحه. الله، سعادتك انا عايز اذبح الذبيحه دي واخرج من قلب العنبر ده بقى واخلص بقى في الليله دي. انت ايه ما بتفهمش؟ قلت لك الذبيحه دي عيانه، يعني مش هتندبح، يعني مش هتندبح، وانت هتمشي من هنا دلوقتي حالا. يلا خلصني. يا سعاده الباشا عيب الكلام ده، الذبيحه دي اساسا بتاعت المعلم فرج على سن وقمح. بتاعت المعلم فرج؟ مش بتاعت المعلم فرج. انا قلت لك الذبيحه دي لا يمكن تندبح ابد، واخرج يلا بقى من هنا. الله يا سعاده الباشا بلاش السعاده بتاعتك دي. الله بتغلس علينا كده في ايه؟ الله، طب تصدق بقى ان انا اللي هذبح الذبيحه دي بنفسي؟ طب اتجرأ واعمل كده وهلبسك قضيه انت وهي متلبسين. متلبسين ليه؟ شايفها واقفه معايا بقميص نوم؟ ايوه كده. طب صدق بقى انت راجل اي ادب. تاني يا بوحه. سلام عليكم. خد يالا. ولا انت مقرر عليا؟ يالا انا ما درستكش في الكليه. يالا انت ورايا ورايا اسيب اسم الهرم واتنقل هنا تيجي برضه ورايا؟ سعاده الباشا انا ما اعرفش مين اللي مستقصد التاني. انا ما اعرفش. اخلص خالص. بص يا دكتور، الواد ده انا عارفه، الواد ده غلبان ومش فاهم حاجه، ده ماشي بطاقه ابن خالته. والله لو مش فاهم يتعلم، واحنا مش هنبدل حتى شغلنا بقى. يا بصراحه ليه يا غلع انت؟ بس يلا اخلص يا باشا. بس يلا بس يلا بس يلا بس يلا بس يلا. السلام عليكم يا باشا. اجرك المعلم هيصرفك جزمتين على ودانك. بس اخرس يا ابوها. تقليل الادب يا معلم فرج. اخرس. احنا كبار في السوق برضك يا معلم فرج. بس يا ريس قلت احنا ساكتين عايزك تخطر عيونك. ايه؟ طب ماشي. ازيك يا باشا؟ اهلا يا معلم فرج. مرحبا دكتور. اهلا يا معلم. انا بهدلت يا معلم، اتبهدلت. لا لا معاش اللي بهدلك وانا موجود. اصل الواد بوحه ده بيحبني قوي زياده عن اللزوم، زي ما تقول كده يعني ما بيستحملش اي ضرر ليا. اللي عمله ده عمله من غير قصد، غشوميه يعني. ده مش عايز اذبح الذبيحه بره السلخانه يا سيد المعلمين. طب بس يا هو ايه كلمته ده يعني عشان خاطر تنطط علينا؟ بس ايه؟ جرايا يا سيد المعلمين. وبعدين يا بوحه؟ انت بتتحشر له ولا ايه؟ يلا اسكت بقى. تسلم ايدك. اسكت بقى. تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. احنا اسفين يا حظات. انت تؤمر يا معلم فرج. بس ورحمه امي، لو عملت اي حاجه تانية هحبسك. هو
بيكلم مين ده؟ بيكلمنا انا. ماشي يا باشا. طب يلا بينا احنا بقى عشان نلحق نذبح الذبيحه العيانه دي. اخرس يا ابا. يعني ده سؤال ولا ايه؟ يا ابا ما تقولش الكلام ده. ده دينها وقع بالزلموك. ليه؟ شايل نص السوا يا اخويا بتفك منك في الشارع. يلا. طب يلا بينا. يلا بينا.